وعلى الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مساعد المدير العام لشركة كهرباء إربد المهندس علاء القرعاوي. أهلا وسهلا بك مهندس علاء معنا. مهندس، بداية ما يجري الحديث عنه بأن هناك تحميل للفاقد الكهربائي للشبكة على فواتير المواطنين، إلى أي حد هذا يمكن الحدوث؟ سيدي مساء الخير بداية لحضرتك ولا الأخوة المستمعين. أهلا بك. يعني كما تعودنا دائما من تساؤلات الأخوة المواطنين بخصوص ارتفاع الفواتير خلال شهري كانون أول وكانون ثاني من كل عام، فإننا نؤكد أن نمط الاستهلاك خلال فصل الشتاء وتحديدا في أوقات انخفاض درجات الحرارة يختلف وبشكل كبير عن باقي أوقات العام، وتحديدا عند المشتركين المنزليين. يعني كما نعلم لا يخلو منزل من سخان الماء اللي هو الجيزر أو المدفأة أو أحيانا المكيفات الكهربائية. هذه الأجهزة بالتحديدا يعني لما نحكي على سخان الماء ومكيف الهواء يعتمد نمط استهلاكه الفعلي على درجة الحرارة التي يتم ضبطه عليها من قبل المستخدم. طبعا نحن سابقا نشرنا وما زلنا ننشر بعض المواد الإعلامية والتوعوية لبيان أثر ذلك على كمية وقيمة استهلاك الفاتورة الكهربائية لدى المشترك. طبعا هذا كله مقدمة قبل ما أني أحكي على موضوع الفقد وما تم تداوله مؤخرا. نعم. إذا نظرنا إلى نمط استهلاك الطاقة في فصل الشتاء يمكننا ومن خلال مقارنة الحمل الأقصى للنظام الكهربائي، وهنا سأتحدث بشكل محدد عن الحمل الأقصى على النظام الكهربائي على شبكة كهرباء إربد، نلمس وهي شغلات مقاسة أن الحمل الأقصى في بعض الأيام خلال الموسم الحالي موسم الشتاء الحالي وصل إلى حوالي 713 ميجا وات، وحتى نعطي هذا الرقم معنى ودلالة لدى الأخوة المواطنين فهو أعلى من أقل حمل أقصى سجل خلال العام بحوالي 15%. الآن ما تم تداوله يعني من قبل بعض الأخوة حول تحميل الفقد الكهربائي للشبكة على فواتير المواطنين، نؤكد وبما لا يدع مجال للشك أن هذا الأمر غير صحيح أبدا وإطلاقا، لأن الفقد الكهربائي لا يقاس من خلال عداد المشترك، ولا يوجد أي صلاحية أو آلية لأي شركة توزيع موجودة في المملكة لتعديل قراءة العداد بأي حال من الأحوال. من يرى يعني الفقد الكهربائي على شبكة التوزيع هي فقط شركة التوزيع من خلال العدادات اللي تقوم بشراء أو قراءة الطاقة المشترى والطاقة المباعة، واللي فرق بينها يمثل معنى الفقد الكهربائي، لكن لا يمكن أن يتم عكسه أبدا على قراءات أو عدادات أو فواتير المشتركين بأي حال من الأحوال. نعم مهندس علاء، أيضا بعد المشترك أو قربه من المحول هل يؤثر فعلا على مقدار الكهرباء المزودة والتي تنعكس على كمية الاستهلاك؟ سيدي يعني هذا هو سؤال يعني نعتبره قد يكون غير مباشر بما أيضا تم تداوله مؤخرا من حيث ارتفاع أو انخفاض الجهد. طبعا بعد المشترك عن المحول أو قربه من المحول أكيد راح يكون له تأثير بقيمة الجهد الكهربائي الواصل عند المشترك. للأسف كمان ما تم تداوله من قبل بعض الأخوة حول تأثير انخفاض الجهد أو ارتفاعه على فاتورة المشترك، طبعا هذا أزعجنا كثيرا لأنه هو تداول لمعلومات بعيدة كل البعد للأسف عن الإطار العلمي والمهني في هذا المجال. العداد الكهربائي اللي موجود يعتمد بالأساس في احتساب الطاقة على التيار الكهربائي المقاس والجهد الكهربائي المقاس، وهنا أنا أذكر كلمة مقاس، ولا يوجد ضبط أو تثبيت للجهد داخل العداد في معادلة احتساب الطاقة. هذا الأمر مؤكد وبشكل قطعي من خلال الفحوصات التي يتم إجراءها للعداد، ولا يمكن أن يتم أي إجراء خارج عن هذا الإطار. طيب مهندس علاء، الفحوصات التي يتم إجراءها على العدادات بشكل عام يتم إجراءها على يد شركات الكهرباء، صحيح؟ صحيح، وبإشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ولا يمكن لأي عداد كهربائي أن يدخل لشركة الكهرباء إلا إذا كان معتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. طيب ولكن يعني وأنت أخبر في هذا الموضوع، فبالتالي إذا كان هناك تفسير، إذا كان بالفعل هناك تخفيض للجهد أو الفولتية ما تم تداوله، الجهد أو الفولتية بشكل عام يعني يجب أن يتم قياسه في خلال عملية تخفيض الجهد، فبالتالي يعني كيف سيتم فعليا برهنة بأنه لا يوجد أي نوع من أنواع التخفيض في الجهد والفولتية؟ سيد العزيز، الجهد الكهربائي على النظام الكهربائي متغير بتغير أكيد الأحمال،
هذا شيء واحد من العناصر الكهربائية الرئيسية الموجودة في النظام الكهربائي والمتغيرة. يعني الآن أنا ممكن الآن أقيس الجهد عندي في المنزل ألاقيه ممكن 220 فولت، أجي بالنهار ألاقيه 240 فولت أو 245 أو أقل أو أكثر. طبعا في إحنا عندنا بالنهاية حدود تسامح حسب كود المعايير المقر من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الآن نفس العداد في له الآلية التي يقوم بإجراء احتساب الطاقة الكهربائية. الطاقة بلغة مبسطة جدا، الطاقة الكهربائية اللي هي الكيلو وات ساعة هي عبارة عن حاصل الضرب ما بين قيمة التيار المقاس بقيمة الفولتية المقاسة خلال فترات زمنية قليلة جدا عشان ناخذ الدقة اللي احنا نرجوها من هذا العداد. فالآن في كل لحظة يتم مرور التيار الكهربائي فيها، يتم قياس الجهد وضربه بمعادلة واحتساب من قبل العداد نفسه، وبالتالي بيكون المخرج عندنا عبارة عن الطاقة. أما ما يتم تداوله أنه يتم رفع الجهد وخفضه كتثبيت داخل العداد واحتساب المعادلة بناء عليه، هذا الحكي برجع وأكد بعيد كل البعد عن أي إطار علمي أو مهني موجود حاليا عندنا في آلية عمل العدادات الكهربائية. مهندس علاء، يعني لكي فعلا يكون هناك أو لا يكون هناك مجال للشك بشكل عام، هل هناك مراقبة من قبل شركات الكهرباء بشكل عام لمحولاتها ومولداتها بشكل عام، المحولات تحديدا لأنه هنا تحدث عن التوزيع، يعني هل هناك مراقبة وتقارير تم إعدادها بالفعل أو يتم إعدادها بشكل روتيني للفولتية والتيار المتردد للمنازل وللمشتركين؟ سيد العزيز، موضوع الفولتية والمحولات، طبعا المحول هي عبارة عن نقطة التزويد الرئيسية اللي من خلالها يتم تزويد المشتركين من خلال شبكات الجهد المنخفض. الآن إحنا كشركة شركة كهرباء إربد نقوم وبشكل دوري بإجراء القياسات اللازمة على مثل هذه المحولات. فيما يتعلق بالمشتركين، نحن يعني قد نتلقى شكاوي بخصوص انخفاض أو ارتفاع الجهد، في عندنا آلية بنشتغل عليها يتم تركيب أجهزة عند المشترك، ولكن هذه الشكاوى معنية ومرتبطة فقط بارتفاع وانخفاض الجهد وليس لها أي ارتباط بموضوع ارتفاع أو انخفاض الاستهلاكات الكهربائية، وحتى لا يعني نخوض أكثر فيما يتعلق طبعا مع احترامي للآراء التي يعني ناقشت انخفاض وارتفاع الجهد. يعني لأصحاب الاختصاص ولمن يسمعون الآن، بنعرف أنه الأحمال الكهربائية إحنا مقسمة عنا إلى أحمال ثابتة القدرة أو ثابتة التيار أو ثابتة المقاومة أو المقاومية خلينا نسميها. هذه كلها عبارة عن أنماط مختلفة، يعني المكيف الكهربائي الموجود في البيت مش مثل سخان المي الموجود، في شيء يتأثر إيجابا أو سلبا من حيث التيار بارتفاع الفولتية أو انخفاضها، لكن بالمحصلة قيمة الطاقة المستهلكة المقاسة من قبل العداد هي ناشئة عن حاصل الضرب ما بين التيار المقاس والفولتية المقاسة زي ما أكدت لك. إحنا بنتلقى شكاوي نتحقق منها من طيب هذا هو هذا هو السؤال الثاني. يعني اليوم هيئة الطاقة والمعادن تلقت 5 شكاوى فقط، أنتم في كهرباء إربد كم تلقيتم شكاوى؟ يعني إذا بدنا ناخذها بمعنى الشكوى الرسمية، لم نتلقى حتى هذه اللحظة أي شكوى بخصوص ارتفاع الفواتير. ما تلقيناه كان عبارة عن يمكن اتصالات أو استفسارات من بعض الإخوة، خاصة يمكن أنا بحكي بشكل مباشر بعض الإخوة اللي عندهم أنظمة طاقة شكوا في بعض الحالات من ارتفاع الفواتير، وزي ما احنا عارفين خلال فصل الشتاء اللي عنده نظام طاقة متجددة إنتاجيته لن تكون بمثل إنتاجيته في خلال أشهر 4-5-6 اللي هي لما يكون السطوع الشمسي عالي. للأسف بعض الإخوة المواطنين يمكن بحاجة أنه يتأكدوا 100% أنه إنتاجية الأنظمة عندهم عالية أو مناش نسميها عالية ملائمة لاستهلاكهم. طيب. هذه مش شكاوي، هي كانت ملاحظات وردتنا بشكل غير مباشر، أما بشكل رسمي شكاوي لم نتلقى حتى هاي اللحظة. طيب سيد علاء، نظام التعامل مع الشكاوى موحد في شركات الكهرباء في المملكة بشكل عام. اليوم إذا كيف يمكن أن يقدم المواطن شكوى وما هو أو ما هي الإجراءات التي تقوم فيها شركات الكهرباء بعد هذه الشكاوى؟ سيدي، أي يعني أي مواطن في طبعا ضمن منطقة الاختصاص والامتياز الخاصة بشركة الكهرباء، زي ما احنا عارفين المملكة الأردنية الهاشمية تخدم من خلال 3 شركات توزيع كهرباء. احنا كشركة كهرباء إربد معنيين في محافظات الشمال مفرق جرش عجلون إربد، بإمكانه يتقدم بشكوى رسمية
من خلال مركز الاتصال، من خلال مراجعة أي مركز من مراكز الشركة، من خلال إرسال بريد إلكتروني. طبعا هذه الشكوى إحنا ملزمين للاستجابة إليها، لدراستها، للرد عليها خلال مدة زمنية معينة. الباب مفتوح للإخوة المواطنين، ولكن يعني حتى نكون يعني منصفين، يمكن قبل سنتين لما صارت عندنا مشكلة ارتفاع الفواتير نهاية عام 2019 بداية عام 2020، يعني جاءتنا كم هائل من الشكاوي بهذا الخصوص. تقريبا يعني كلها تحققنا منها من دقة العداد، تم فحص العدادات، لم يظهر لنا أي حالة فيها يعني قبول. طيب مهندس علاء، أخيرا الطريق. المواطن يدفع شيء عند تقديم الشكوى؟ لا لا أكيد لا يدفع ولا شيء. الشكوى يعني حق لكل واحد بدون أي مقابل، طبعا 100% لا يدفع أي شيء مقابل. نعم، المدير مساعد المدير العام لشركة كهرباء أربد المهندس علاء القرعاوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.